وإيش رأيك في توجهات جديدة بعالم الألعاب على الإنترنت أنت عم تشوفها؟ برأيي الفترة الجاية راح نشوف تغيير جوهري بفلاش اتسلف، لأنه فلاش حيبطل موجود كل مكان، هيفقد ميزته هاي، وأدوبي عم بتحاول تخلي تكنولوجي فور للألعاب اللي لها نفس الكواليتي تبعت الكونسولز. فهلا فلاش حيبلش يدعم الانريل انجن، وطبعا كلنا بنعرف انريل انجن اغلب الالعاب الموجوده على بلاي ستيشن او الاكس بوكس، اتليست الكبار انهم بيستعملوا انريل انجن، ويونيتي حتبلش تعمل اكسبورت لفلاش. فراح نشوف حنشوف الكواليتي تبعت الجيمز على فلاش عم بتزيد، وحنشوف الكوانتيتي عم بتقل. حنصير نلاقي مور كواليتي جيمز على الويب جوا البراوزر، الكواليتي تبعتهم اتصور راح تكون يوم من الايام قريبه على الكواليتي تبعت الكونسولز، وبس بالمقابل راح نلاقي عددهم كثير اقل، وراح نلاقي فلاش برضه موجود على ديفايسز اقل. ما اظنش فلاش راح يستمر لا على الموبايل ولا على النكست تابلتس ولا على التي في، اذا يوم من الايام بصير في عندنا تي في.